نشرف على عملية انطلاق امتحانات البكالوريا بالمؤسسات العقابية، واللي شارك فيها 4250 متمدرس من السجناء عبر 43 مركز امتحان معتمد من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية الوطنية. ما قامت به وزارة العدل وكل سنة هو أنها توفر كل الظروف المادية والإمكانيات حتى تتم هذه الامتحانات وتجري في ظروف حسنة وظروف جيدة وفقا لما يتم خارج المؤسسات العقابية. أما باقي سير الامتحانات فهو تحت إشراف رئيس المركز والأساتذة والمراقبين التابعين لوزارة التربية الوطنية.